بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة النيلين، كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، قسم نظم المعلومات المحاسبية. أنا منى خضر موسى علي، هقدم برزنتيشن عن الحلول المصرفية الذكية باستخدام أدوات تنقيب البيانات. أجبرت الهزات الاقتصادية العالمية وعملية الاندماج الكبرى المصارف إنه تعيد التفكير في وضع استراتيجيات جديدة وتطوير أعمال عشان تسمح لهم بالمنافسة والاستمرار في ظل التقدم التقني المسيء. أدركت المصارف إنه عليها بشكل سريع اتخاذ قرارات استراتيجية صحيحة، والتحدي الأكبر اللي بيواجهها إنه هو جمع بيانات العملاء والموردين، إضافة إنه تعمل بيانات تنظيمية هامة عشان تجمع فيها البيانات المبحثة. تواجه المصارف في جميع أنحاء العالم تحديات كثيرة، منها كيف يمكنها تخفض التكاليف وكيف تزيد أرباحها وكيف تبغي وتجذب أكثر عملاء ربحية مع تقليص المخاطر في نفس الوقت. للإجابة على الأسئلة على هذه الأسئلة إنه كيف تخفض التكاليف وكيف تبغي على العملاء، استعانت بحلول مصرفية ذكية دي بتحت البنكين انتليجنس سوليوشن، تعتمد لي على تنقية التنقيب في البيانات ومخازن البيانات. يمكن انه تعتمد لي على حلول على العديد من المكونات عشان تزيد شنو من مرونتها وتسرع التطبيقات، وتعتمد لي البنية الأساسية لهذه الحلول على مصادر بيانات المصارف البنكين داتا سورس. بسم الله الرحمن الرحيم. ريم الفاضل، عندنا الشكل التالي بوضح لنا مخطط للبنية الأساسية للحلول المصرفية الذكية. عندنا نموذج الـ ETL اللي هو اختصار لـ Extraction Transformation and Loading، هو عبارة عن نموذج بيخزن لي بيجمع البيانات لمصادر محتويات المصارف، بيخزنها في مخزن محتويات تفصيلي وبتتحول لمتاجر محتويات تطبيقات. بيتم تقسيمها لقسمين اللي هو العملاء والمخاطر والإذعان. المخاطر والإذعان عندنا في إدارة المخاطر عندنا العملياتية والتسويقية والائتمانية. الإذعان عندنا كيف بنعمل مكافحة لتبييض الأموال. العملاء، العمليات التي يتم إجراءها في العملاء اللي هي التسويق، الحفاظ على العملاء، عمليات الكروس سيل أب سيل، وعندنا التقطيع والتجزئة، عندنا الربحية ونقاط الائتمان وكشف الاحتيال ومنعه. بيتقسم البيانات الموجودة دي من المتاجر، العمليات والتطبيقات بالعملاء لمكافحة تبييض الأموال أو ضمن التطبيقات المتعلقة بإدارة المخاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اشتياق آدم فرج الله، هقدم دور هتكلم عن دور تنقيب البيانات في تحسين أداء الأعمال المصرفية. أول حاجة بتكلم عن مكافحة تبييض الأموال. الإجراءات اليدوية كانت تستخدم سابقا في المؤسسات، وضعت لي حد ما كان بيساعد إنه تضع لي حد لعمليات تبييض الأموال. لذلك ظهرت حاجة ماسة عشان أنشئ نظام ذكي بيعتمد على أدوات تنقيب في البيانات أو المحتويات. ده بيقوم بمعالجة الكميات الهائلة من المعلومات الموجودة في مختلف أقسام المؤسسة، بعد ذلك بحولها لي إلى معرفة مفيدة تساعد تلقائيا على تصنيف أي سلوك مشبوه. الحل ده بيسمح لي للمصارف بتجميع معلومات من مصادر معلومات مختلفة، بعد ذلك بحول لي المحتويات المناسبة لمعرفة مفيدة للاستخدام. بعد ذلك بكتشف العمليات المشبوهة وإعلام المحققين والسلطات بدقة. مثلا بقدر أرسل إنذار بحدد بواسطة الشخص الذي أجرى التحويل ومكان التحويل والتحويلات المشبوهة وحجم المبلغ الذي جرى تحويله، إضافة إلى معلومات أخرى مرتبطة بعملية التحويل. يمكن تحديد نماذج هبة قد تحتوي لي دلالات على وجود عمليات تبييض أموال. كذلك بقدر أدمج بعض الطرق التجريبية التي تستخدم للبحث عن أنماط معروفة لعمليات تبييض الأموال، وذلك في الطرق الإحصائية. يمكن أيضا استخدام تقنيات النماذج التوقعية والشبكات العظمونية والمنطق العام العائم والتحليل الارتدادي، ده عشان أراقب وأحلل معلومات العملاء بمرور الزمن عشان أقدر أتنبأ بإنه ممكن تحصل العمليات مشبوهة أو ما ممكن تحصل. طيب، أنا شهماء رحيم عفراء وهبة، كل عن تحليل ربحية العملاء customer preferability analysis، يعني طلع معرفة القيم الحالية المستقبلية لجميع العملاء. عشان شنو؟ لأن الشركة دي تقوم أحاول إنه أو نتوسع، يعني أقوم أقسم العملاء لأجزاء.
عشان الحصول على معلومة تحتاج لإجابة السلسلة التالية: ما هو نوع الخدمة والعروض الخاصة التي يجب أن يحصل عليها العميل؟ ما هي المنتجات التي تحتاج إليها لدعم التسويق الإضافي وميزانية إضافية؟ ما هي الخدمات التي يقافها مؤسسات التطوير والنشر؟ مؤسسات الخدمات المالية أهم بكثير من ربحية المنتجات، لأن التكلفة تزود لها شنو؟ تزود منتج خدمة تحدد عادة بسلوك العميل، يعني بشوف العميل ده من خلاله بحدد سلوكه وحل بحل فيه. طيب المشهد الحالي يدل لي على ربحية عميل ما وكيف يساهم في شركة خلال الشهر أو الربع الحالي أو خلال وحدة زمن أخرى. المشهد المستقبلي يعرف كذلك بقيمة عمر عميل يأخذ هذا القياس بعين الاعتبار البيانات السكنية والاتجاهات الاتجاهية، وذلك بنهاية بوقع مكاسب المحتملة على من العميل في المستقبل. طيب تجزئة الزبائن: يمتلك المصارف عادة الكثير من المعطيات المتعلقة بزبائنه وكيفية استخدام منتجاته، والتي يمكن أحددها على مستوى الفرد، لكن التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف يتعلق بكيفية التنظيم وتحليل هذه المعطيات بطريقة نظامية. كيف يعني؟ بحيث يصبح الإمكان بناء أبني قاعدة عملاء من خلال التقسيم ده. لازم تجزئة الزبائن عشان شنو؟ عشان أبني قاعدة بتاعت عملاء، معرفة للعملاء. الغرض منها شنو؟ أنا أطور أنظمة الخاصة بالمصارف دي، وحتى تكون قاعدة المعرفة ذات هنا قيمة أكبر، يجب أن تكون فعالة، تسمح لتوليد أجوبة ذكية، تسمح لقطاع الأعمال تصميم وتنفيذ استراتيجيات خاصة بتحسين مبادرة العملاء. بإمكان رسم الزبائن لمقطع مقاطع صغيرة، بحيث يستطيع مدير العملاء بيع البرامج المتصاربة وتحديد الاحتياجات الخاصة بكل مقطع وشغل برامج عديدة من أجل المقاطع المختلفة. محلل: المحلل بيساعد المحلل بيساعد على تنفيذ استراتيجيات عن طريق السماح بإجراء تشكيل العملاء الذين قاموا بشراء الكثير من الخدمات. يمكن بعد ذلك إجراء تحليلات مشابهة على العملاء الآخرين، بقية تحديد القائمة بالعملاء المرشحين للحصول على عروض خدمات إضافية، وتوقع الخدمات التالية المتعلقة بالعملاء والأفراد. لإجراء التحليلات السابقة يمكن استخدام تقنيات مثلا ممكن زي نموذج توقع تحليل سلة التسويق. ثانيا برامج تحديد إخلاص العملاء، تحليل جدول القناة، تحليل سلوك المكالمات المدفوعة وغير المدفوعة. طيب ريم الفاضل هتكلم عن إدارة مخاطر الائتمان، وهي واحدة من العمليات اللي أنا بقوم بها في دور تنقيب البيانات. عندي بسمح بتسمح لي إدارة مخاطر الائتمان بمجموعة من العمليات. السبب الأساسي اللي خلى إدارة مخاطر الائتمان إنه توازن المصارف ومؤسسات الاقتراض الأخرى والمكافآت، السعر العالي في منتجات العروض بيؤدي لفقدان العملاء، وأما السعر المنخفض بخفضي كثير من هامش الربح. لما أضع رأس مال كبير في الاحتياطي بيؤدي لفقدان عوائد الاستثمار، أما رأس المال القليل بيغني للاختلال المالي. عندي مجموعة من العمليات اللي بتسمح لي بنظام إدارة الائتمان إنه أنا أقوم بها. إني أضع معطيات الائتمان وأجمعها بواسطة أنظمة مصادر مختلفة، أجري عمليات تنبؤ وأقيس وأراقب وأغرر مخاطر الائتمان الممكنة في المؤسسة على وجه دقيق وفعال، أجري تقييم الاستراتيجيات البديلة الخاصة بتزعير مخاطر الائتمان ونقلها، أزيد فعالية وتخصيص رأس مال، تنظيم اقتصادي. يجب إنه يكون نظام إدارة المخاطر أنا بنشوفه يكون شفاف ويكون قابل للتحسين والتعديل عشان يسهل لي عملية المراقبة داخليا. عندي استخدام الحلول دي بتدعم لي مجال واسع في تقنية النمذجة المضمنة اللي هي الكلاسيفيكيشن تري اللي هي جارة التصنيف والشبكات العصبونية والنمذجة باستخدام سلسلة الوقت وغيرها من الحلول. بستطيع بواسطة النظام ده إنه أنا أحسب قياسات مخاطر الائتمان حساب دقيق وسريع، مثل احتمال القيمة الافتراضية والعرض بالقيمة الافتراضية والرأسمال التنظيم والأصول المعرضة للمخاطر. بتمكن لي برضو المحللين من إجراء الحسابات التسويقية ونمذجة عوامل المخاطر وتنفيذ محاكيات المونتي كارلو. وشكرا جزيلا للاستماع.